اللي جاملني ببلحة أزرع تحت بيته نخلة. وصل 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 الراعي الرسمي المهرجان النهاردة. والله هذا مثل. فأنت ككنة كبنت ابنها كمرات ابنها، قولي يا قولي أنت، لما حماتك تجيب لك قالب كيك بلح مليان بلح، دي جملتك ببلح تزرع لها 100 نخلة تحت بيتها. يا سلام يا أخي، والله العظيم أخلاقك العالية دي أحرجت ميتين أهلي. وتنيميها على الحرف، على السرير من على الحرف، ما تزنقيهاش جوه. أيوة ليه بقى؟ حماتك عايزة تقوم بالليل تروح تعمل حاجة، تعمل محتاجة، تشيك على البيت، خليها على الحرف عشان يبقى النزول والطلوع سهل. مش عاجبك رأيي ولا تاخدي بيه بوسة. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. مدام دانيا بتسألني، دي الأسئلة الشخصية هما بينقوها لي كده. قولي لنا اسم البلاشر اللي بتحطيه على وشك بيخليه يلمع وما يكونش بمليون جنيه. سكان؟ ايه يا ماما؟ أولا مفيش بلاشر بمليون جنيه. مش عشان بلاش الإشاعات اللي ملاش لازمة دي. وأنا قلتلك قبل كده، تصرفي فلوسك ليه على كريمات تفتيح وتنوير البشرة وبلاشر وتنوير وتلميع؟ أنا عارف يا أختي. لما ممكن تتجوزي مهندس وشك هينور لوحده من تلقاء نفسه. أنت ما بتسمعيش الكلام. بتقول معلومات خطيرة واستجموع غفير. تتجوزي مهندس وشك هينور لوحده وهيلمع لوحده وهتلاقي بلاشر الصبح رباني. أنا عارف كل حاجة بس مدكن. موظفة البنك هي الوحيدة اللي ما بتتخنش، تاكل وما تتخنش، سبحان الله. جيناتها كده. انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ مهما تفوت السنين هتلاقيها دايما محافظة على رشاقتها وجسمها. بطنها مشفوط، كتفها مفرود، ظهرها مشدود، رقبتها عمود. سوبر موديل. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. شوف حتى وانا بتكلم عنها عدلت قعدتي. شوف مواعيدها ثابتة، بتروح البنك بميعاد وتمشي منه بميعاد، عايز اكتر من كده؟ سبحانه. كبرها يومين ثلاثة بس في السنة اللي بتتأخر فيهم، وهو نهاية السنة المالية او لما بيكون عندها جرد ولا تفتيش مرة واحدة في نهاية السنة المالية. غير كده بقى تظبط المنبه والمنبه على مواعيد دخولها وخروجها. تصدق بالله ان كلمة تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبتلي مين في البلد يا راجل انكتم. هتلاقيها بالدقيقة في البيت والثانية عمرها متأخر عليك في تحضير الغداء او اي حاجة تانية. صوتها برضو واطي على طول. استغفر الله العظيم انا زهقت. ليه بقى؟ بحكم احتكاكها بالعملاء تلاقيها بتصوصو ما تسمعهاش. انا دايما اقول ايه كده. الكذب ده ما يتسكتش عليه ابدا. كل الناس تقريبا مسافرين، يعني 4 أيام أجازة ورا بعض، واللي سافر البلد يزور أهله، اللي سافر الساحل الشمالي، اللي سافر اسكندرية، واللي راح جمصة، واللي راح راس البر، مرسى مطروح، الكل مقضيها عوم وبلبطة. أنت بتتكلمي بجد؟ وعلى سيرة البلبطة، مدام حضرتك مسافرة تصيفي يومين، وهنا مدام ليها معنيين، مدام أنت مدام، ومدام يعني طالما. يا بنت بطلي الكلام الغريب اللي بتقول. مدام أو طالما واخدة معاكي بقى حلة ورق العنب. سؤال، انتي واخده حله ورق العنب ليه؟ جاوبيني. انا هسكت اهو، يمكن اسمع منك اجابه منطقيه او اي حاجه. انتي مالك؟ انتي مش فاهمك اساسا في الحاجات دي. انتي مالك بجد؟ والله في سؤال مهم، ليه واخده معاكي حله ورق عنب للمصيف؟ ليه يا حبيبه قلبي؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه. حاضر. يعني احنا قلنا بانيه متبل بالبيض والبقسماط وهيقلب ريحه عربيه فرعونك، ماشي. طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ تمام، نقدر نفهم ونستوعب اهميه وضروره البانيه في المصيف. جبرت قضيت النهارده. بالله عليكم، بالله عليكم، اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي.